بالنسبة للحوتة ديال الصومون بالصلصة البيضاء كنحتاجو، بالنسبة للمقادير كنحتاجو حوتة ديال كيلو ولا جوج كيلو ديال الصومون، كنحتاجو جوج حامضات مقطعين دوائر، الأحسن يكون حامض صفر، قبضوغ معدنوس، كنحتاجو شوية ديال لانيت اللي هي الشبت، دامة ديال الحوت والملح، البزار، شوية ديال الزيت البلدية. كناخذ الحوته ديالنا وكنعمروها بهاد الماريناد وكنعملوها في ورق الالومنيوم وكندخلوها للفرن. نعاود هاد المقادير اللي ذكرت ان شاء الله. كنحتاجو حوته ديال جوج كيلو، جوج حامضات مقطعين دوائر، شويه ديال الكزبر ومعدنوس، لانيت اللي هو الشبت، دامه ديال الحوت، الملح، البزار، شويه ديال الزيت البلديه. كناخذوا هاد المقادير اللي ذكرت، كنديروا بهم الحوته ديالنا مزيان وكنعمروها بهاد الطريفه ديال الحامض، وكنديروها في الورق ديال الالومنيوم، كنلفوها مزيان وكندخلوها للفرن. كناخذوا واحد الطنجره، دابا غادي نوجدوا الصلصه. كناخذوا طنجره كنديروا فيها 100 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت بلدية ولا زيت رومية على حسب اللي بغات السيدة. كنخلي حتى كتبان لي الزبدة دابت وانسجمات مع الزيت مزيان، كنزيد بصلة كبيرة مقطعة رقيقة رقيقة بزاف، وكنخلي حتى كتبان لي البصلة ديالي طاحت. كنزيدو 500 غرام ديال الكلامة مقطع دوائر، ماشي بالضرورة 500 غرام، يعني على حسب الكمية اللي بغات السيدة ديال الصلصة اللي بغات توجد السيدة. وكنخليه على عافيه مهيله حتى كيبان لي الكلامغ ديالي طاب مزيان. كنزيد شويه ديال الثومه معصره تقريبا جوج دروس. كنزيد 500 غرام ديال الخبز النقي، شويه ديال الملح، بزار. كنزيد الشامبينيون العادي، الفطر العادي، تقريبا علبه متوسطه كنص فيها الماء كنزيدها. كنزيد جوج معالق كبار ديال صوص صوجا، كنزيد واحد شويه ديال سكنجبير طري محكوك، شويه ديال المعدنوس، وكنخلي هادشي حتى كيطيب مزيان، كيبان ليا بلي الكلامغ ديالي طاب، الخبز طاب. وكنزيد 250 غرام ديال القشدة الطارية، كنختار قشدة اللي تكون اللي كتكون خفيفة ما تكونش عاقدة. كنزيد القشدة ديالي وكنخليها كطيب مزيان حتى كيبان ليا داك الخليط عقاد وانسجم. وفي الاخير كنزيد 250 غرام ديال الجبن الابيض، حك ديال الجبن بالاعشاب، وكنكون في واحد الكاس ديال الماء، درت واحد نص كاس ديال الماء فيه واحد معلقه كبيره ديال المايزينا، كنحركها باش كتذوب، وكنخليها كنطفي على الصلصه ديالي وكنخلي حتى كيقرب التقديم، ما كنديرش مايزينا في الوقت الطويل الصلصه حيت كتعقد وكتكون الحوته مازال ما طابتش في الفران. الى عقد فاش كنجي نحط الصلصه كتكون عاقده بزاف، كتكون بردات ما عنديش كيفاش نسخنها، دونك كنخلي كنطفي على الكنجره ديالي ديال الصلصه وكنخلي ذاك الكاس كيكون واجد. فاش كنبغي نقدم الحوته ديالي عاد كنعاود نشعل عاوتاني على الصلصه كنزيد مايزينا حتى كتعقد الصلصه عاد كنقدمها فوق الشوطه.